من جديد، ينتظر نحو 44 ألفا من موظفي القطاع الحكومي في المغرب إنهاء خدمتهم وخروجهم إلى التقاعد خلال عامين. تشكل نسبة هؤلاء نحو 7% من مجموع الموظفين في البلاد وفق إحصاءات رسمية. لنتابع. بين قهوة وجرائد يقضي التهامي أيام تقاعده، لا ينظر إلى واقع المتقاعدين بعين الرضا، فالمعاشات بالنسبة إليه هزيلة وتحسين الخدمات الاجتماعية ضرورة ملحة. ربما البعض منهم يصنف في عدد الأموات لأنه يعيش في ظروف مزرية بالنظر لتكاليف المعيشة المرتفعة في الظروف الأخيرة. وضع مقلق، فأعداد المتقاعدين تتزايد بشكل أكثر تسارعا. تقول البيانات الحكومية إن أكثر من 40 ألفا من موظفيها سيكونون قد أحيلوا إلى التقاعد بحلول العام 2025، ما يعني شهور 7% من مجموع الوظائف الحكومية، واقع تواجهه الحكومة بتعميم الحماية الاجتماعية لتوفير العيش الكريم للمتقاعدين، وبما تقول إنه تجديد لدماء الوظائف الحكومية. مجموعة من الأمور بغينا نمشيو فيها، بغينا نخدموا موظفين، بغينا نخدموا متعاقدين، بغينا نخدموا التشغيل الذاتي، بغينا كذلك نخدموا المقاولة الشابة، وبالتالي كل هذه الأمور هذه إلا مشينا فيها واحد الاتجاهات اللي هي مزيانة، ممكن من 4 سنوات أو 5 سنوات نلقاو واحد الفرصة اللي تكون هي فرصة مناسبة للشباب المغاربة. لا يتجاوز موظفو الدولة المدنيون ممن تقل أعمارهم عن 35 عاما عتبة 20%. أما نسبة النساء بمختلف أعمارهن فمحدودة في 35%، تقول أرقام رسمية. مقابل ذلك تتوقع مؤسسات إحصائية رسمية تجاوز أعداد المسنين 6 ملايين شخص عام 2030، يوازيه انخفاض معدلات إنجاب النساء التي وصلت إلى 2.2 لكل أم، بعد أن كانت تناهز 7 أطفال للأم الواحدة سابقاً. الزيادة في عدد المتقاعدين مؤشر مقلق لجهة انقلاب وشيك في الهرم السكاني المغربي، ولهذه الزيادة تداعيات عدة يتمثل أبرزها في الضغط على المنظومة الصحية، ويتمثل في أزمة محتملة ستواجه أنظمة التقاعد، ناهيك عن الحاجة إلى كوادر شابة يمكنها تعويض التخصصات المتعددة التي يغادرها المتقاعدون. أنس رضوان، العربي، الرباط. وللمزيد نرحب معنا من الرباط بعضو الاتحاد الوطني للشغل في المغرب عبد العزيز الطاشي. اهلا وسهلا بك معنا سيد عبد العزيز. انتم في الاتحاد الوطني للشغل كيف تراقبون ظروف المتقاعدين اليوم في المغرب على ضوء هذه المشاكل التي يعانون منها التي عرضناها في التقرير قبل قليل والتي تاتي اساسا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشه؟ شكرا على الاستضافه. اولا هناك كثير من النقاط جاءت في العرض ولا بد ان اوضح بعض منها ان اتسع من الوقت. اولا القضيه ديال المتقاعدين في المغرب، هناك 3 صناديق تقاعد، انا ما غاديش لا ادخل فيها بكثير، ولكن لابد اعرج هناك صندوق المغربي للتقاعد خاص بالموظفين كما اشرتم في الاداره العموميه، وهناك نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد هذا خاص بالفئه اللي هي تنتمي الى الادارات المؤسسات العموميه والمؤقتين، وكاين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا خاص بالقطاع الخاص. الكلام هنا على الادارات العموميه خاصه الارقام التي اشرتم اليها، ولكن نعم. قبل ذلك لابد ان اشير ان فعلا ان المتقاعدين يعيشون الهشاشه، فئه كبيره منهم تعيش الهشاشه، وانا اعطي بعض الامثله. في القطاع الخاص 600 ألف متقاعد وضعيتهم جد هشه، لان التقاعد في اقصاه كأجرة في الشهر 4200 كأقصى، وإلا هناك 70% منهم لا يتقاضون إلا أقل من 40 ألف درهم، أقل من 2000 درهم، قد تصل لذوي الحقوق أقل من 1000 درهم. وبالتالي نظرا لهذا التهاب الأسعار واحتراق جيوب المتقاعدين بصفة عامة وفي القطاع الخاص وغيرهم كذلك،
جاءت الحكومة في مشروع قانون المالية أو قانون المالية ديال 2023 جاءت بإجراء طفيف جدا لا يغير شيء، بل تركت هذه الطبقة الهشة في القطاع الخاص بالخصوص لن يستفيدوا بأي زيادة، لأن تحسين الدخل اللي جاء به القانون المالية بالنسبة للمتقاعدين يتمثل في تحسين تخفيض الضريبة على الدخل. نعم. والضريبة على الدخل بالنسبة للمتقاعدين في القطاع الخاص لا يؤدونها، وبالتالي لن تكون عندهم أي زيادة، بالإضافة إلى القطاع العام كذلك الذين يتقاضون أقل من 6000 درهم كلهم لن تصلهم أي زيادة أو تقسيم. طيب سيد عبد العزيز، الحكومة قالت إنها وكذلك في المؤسسات العامة. نعم، هذه الطبقة ربما يعني تعاني الأمرين، والحكومة قالت إنها تريد أن تواجه جانب من هذا الواقع من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية. هل فهمتم ما هي ركائز هذا النظام ومن يمكن أن يستفيد منه؟ عندما نتحدث عن الحماية الاجتماعية لا نتحدث عن الأجراء أو المتقاعدين ديال الأجراء، لأننا نتحدث عن الفئة الأخرى التي لم تكن لها لا تقاعد ولا تغطية صحية ولا غير ذلك، وهذه فعلا ثورة اجتماعية بناء على واحد القانون اللي دار سنة 2021، القانون 0921 الذي يسهر عليه رئيس الدولة بنفسه، وهذا القانون جاء محددا بتواريخ مهمة جدا، التاريخ الذي ستكون فيه التغطية الاجتماعية لجميع الفئات التي لم يكن لهم تغطية اجتماعية سابقا، مثل الحرفيين، الصناع التقليديين، العمال الأحرار، العمل الحر، التجار في الدكاكين ديالهم، والمحامون الذين لم يكن عندهم تغطية اجتماعية، وغير ذلك من المستقلين الذين ليس هم أجراء. هذا القانون جاء بأربعة محاور مهمة جدا. المحور الأول يتمثل في التأمين الصحي، وهذا الفترة الزمنية ما بين 2021 و2022، نتمنى أنه انتهت مدة 2022، ننتظر الإحصاءات هل فعلا تم تطبيق بشكل عام هذه الفئه واستفادت. يعني لا نريد ان ندخل يعني ونفصل هذا يعني هذا القانون الجديد. نعم. ربما لانه يعني يحتاج المزيد من الوقت. نعم. والمزيد، لكن هو مهم، هو مهم ثوره اجتماعيه. نعم بالفعل، باختصار اذا سمحتي، هو باختصار بدون هو اربعه المحاور: تامين اجباري، تغطية الحصول أبناء المتمدرسين على منحة ما سميت تعويضات العائلية، وكذلك الحصول على التقاعد في غضون سنة 2025، وصندوق تعويض الفقدان. هذا ما جاء به هذا القانون، وهو كما أشرت هو ثورة اجتماعية حقيقية، ونتمنى أن نكون نعم وسنتابع مفاعيله يعني في حال طبق، وفي حال بالفعل استفاد منه عدد من المتقاعدين او المعنيين. نعم. به على كل، ايضا في الاحصاءات المتوفره 20% من الموظفين المدنيين في القطاع الخاص او العام عفوا لا تتجاوز اعمارهم 35 عاما، يعني هؤلاء الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاما فقط يشكلون 20% في هذا القطاع. ما هي دلالات هذه الأرقام وما الذي تعنيه بالنسبة لمستقبل القطاع العام؟ نعم، اسمحي لي، أن هذه النقطة بالذات جاءت في تقرير مرفق لقانون المالية 2023، وجاء فيه الفئة العمرية أقل من 35 سنة هي فعلا تمثل 20.8، لكن هنا أناقشه من زاوية ديال هذه الفئة العمرية. كان الأولى أن يؤخذ هذه الفئة العمرية من 40 سنة فما قل، لأنه واد الشباب 40 سنة فما قل، ثم أكثر من 40 سنة. لكن لابد إشارة أن التوظيف في المغرب ينتهي إلى 45 سنة في العمر ديال الشباب، بمعنى أنه، ولا ننسى أن نفس التقرير قال بأنه حوالي أكثر من 40%، يعني حوالي 47% كلها ما بين 35 سنة إلى 50 سنة، وهي القمة العطاء ديال. حنا لا نتخوف، أنه لا نقول أن الهرم والشيخوخة، بالدليل أن حتى التقرير أشار أن الفئة ما بين 50 و60 عام لا تتجاوز 30%.
الهرم ليس مقلوبا، بل هنا النقطة الثانية التي أريد أنشرها في هذا التقرير هو التقرير اللي جاء به مشروع قانون المالية المرفق، كأنه يحيي إلى الموظفين بالخصوص أن صندوق المغربي التقاعد في خطر وعليكم أن احنا غادي نديروا إصلاحات جديدة. هذا مقدمة إلى تعسف آخر على الموظفين، خاصة في هذا الإحصاء. يعني ما الذي تخشون منه بالأساس؟ الأطر الأكاديمية. أكمل سيدتي إذا سمحتي، لأن هذه نقطة مهمة. لم يحصوا أطر الأكاديميات الذين أدمجوا في الصندوق المغربي للتقاعد سنة 2021، والعدد ديالهم يفوت أكثر من 100,000 موظف، 100,000 موظف. وبالتالي أنه وفي القطاع التعليمي اللي هو أكبر قطاع داخل القطاع العام، للعدد ديالهم 570,000 موظف داخل القطاع العام، التعليم يشكل 300,000، ومن هذه 300,000 هناك 100,000 شاب توظف خلال هذه السنوات، بمعنى الثلث ديال الموظفين اقل من 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 هم شباب وليس شيوخ. وبالتالي التقرير الذي اعدته الحكومه تريد ان اصلاح جديد لمنظومه خاصه صندوق المغربي للتقاعد، في حين كان عليها أن تتجه إلى صندوق الوطن الضمان الاجتماعي الذي أشرت إليه في الأول، الذي لا يتقاضى أجراءه إلا في الأقصى هي 4200 درهم، ويعانون من الهشاشة والفقر خاصة في هذه الزيادة الصاروخية. للأسف هذا التهويل الذي دائما يقول الصندوق المغربي للتقاعد لديه مجلس إدارته، يقول المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد أنه انتعش بسبب دخول أطر الأكاديميات إلى الصندوق وإدماجهم داخل الصندوق، يعني انخرطوا في الصندوق بعدما كانوا في نظام آخر لأنه هو نظام جامعني من رواتب التقاعد. عندما دخلوا إلى هذا الصندوق انتعش بنسبة 13%، هذا يقوله المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد. بالتالي هذا التهويل يريدون منه أن يخيفوا مجموعة الموظفين ويلتجئون وهذا الخطر إلى التقاعد النسبي، إلى التقاعد النسبي. والهدف من التقاعد النسبي من أجل تقليص من كتلة الأجور، لأن الذي يلجأ إلى التقاعد النسبي يكون سنه، ولكن التقاعد النسبي سيد عبد العزيز عدد سنوات العمل ألا يؤدي إلى شغور في الوظائف الحكومية؟ يعني بالتالي الحكومة ألن تكون مجبرة لتعويض هذه الوظائف؟ نعم سيؤدي الشغور، ولكن لا ننسى أنها توظف من سنة 2017 انقلبت القضية ديال التوظيف، خاصة عندما أصبح التوظيف جهوي بإطار أكاديميات. كان التوظيف لا يتجاوز 20,000، 22,000، 20,000 في الميزانية العامة، لكن دابا ظل 22,000 في الميزانية العامة، لكن في الجهات والأطر الأكاديميات ارتفع أكثر من 20,000 سنويا يوظفون. بالتالي لا خوف أنه حالة الشغور ولا حالة، بالعكس، لأن هذا الكلام الذي يقولونه هو مجرد تخويف، أقولها وأتحمل مسؤولية تخويف الموظفين من أجل اللجوء للتقاعد النسبي. وبالتالي هل تنصحهم بعدم اللجوء إلى هذا التقاعد؟ هو خاف الكثير من الموظفين ولجأوا إلى التقاعد النسبي خلال هذه السنة. للأسف أنه آلاف ديال الموظفين خاصة في قطاع التربية الوطنية لجأوا إلى التقاعد النسبي، مخافة أن هناك إصلاح، كما يشاع أنه سيتم تقليص النسبة المعتمدة في التقاعد ل 70%، وزيادة في السن التقاعد الى 65%. هذه كلها اشاعات وليس لها ركائز في واقعية. شكرا جزيلا لك من الرباط، عضو الاتحاد الوطني للشغل في المغرب عبد العزيز الطاشي.